السلام عليكم اخواني، مرحبا بكم جميعا في قناة الإصلاح تي في شرح جديد وفي فيديو جديد. اخواني صحة عيدكم ولجميع العرب والأمة الإسلامية، أعاده الله علينا وعليكم بالخير واليمن والبركات. اخواني فيديو اليوم هو خاص بقمر الجديد، قمر 301 نيلسات 301، راه كاين جديد تاعه. طلقوا اول تردد، يعني هذا التردد 12054 فيرتيكال 27500، معامل تصحيح 6/5 بإشارة جيدة 84. وسترون هذا معي في الموقع الخاص بالأقمار الصناعية، يعني تردد أول تردد تم يعني الانتقال تاعه من نيلسات 201 إلى نيلسات 301. إخواني القمر قلنا لازال قيد التجريب، ولكن الترددات لما يعني تخرج مباشرة، يعني لا تخرج مباشرة أقول وتذهب إلى قمر 301، وإنما حتى يتم توقيفها. وبالنسبة للعملاء أو المزودين لنقل حتى يتسنى ريتما يتم التوقف من التردد الأول، يعني ليكون في القمر 201 ويمشي القمر 301. إخواني تابعوا معنا الشرح في الموقع الخاص بالأقمار الصناعية. إخواني قبل ما نشرح على الموقع الخاص بالأقمار الصناعية، كاين هذه القناة خاصة ب يعني قناة نيلسات برومو خاصة بالنيلسات، وتحكي على يعني الأقمار الصناعية منذ بداية انطلاقها، يعني منذ الجيل الأول، يعني نيلسات سون أن، نيلسات سون دو تاع دو قاعد يطلقوا في 98، وبعد والنيلسات دو سون أن اللي حاليا مازال يشتغل، عمره الافتراضي 2028 ينتهي، والنيلسات الجديد 301. إخواني ناطقة بالقناة ناطقة بالإنجليزية والعربية، تشاهدون فيها يعني وتسمعون كل ما يتعلق بالقمر الجديد من تكنولوجيا وأمور جديدة خاصة بالقمر. إخواني هذه القناة فيها أربع ترددات، التردد الأول 12729 هوريزونتال 27500، ما عندكش هذا تردد شوف هنايا 10777 هوريزونتال 27500، ما كانش هذا تردد شوف هذه نورمالمون كاع كاين ترددات 11747 فيرتيكال 27500، وكاينه هذه 11938 فيرتيكال 27500. اخواني هذه القناه قناه نيلسات برومو، فيها كل ما يتعلق بالقمر الجديد نيلسات 301. إخواني سندخل على الموقع من جوجل كروم من أي متصفح، هذا هو الموقع إخواني، موقع خاص بالأقمار الصناعية، هو موقع تركي تأسس سنة 2003، موقع فليسات، يعني ستجدون كل الأقمار الشرق الغرب حتى البعيدة، أقمار كل العالم تقريبا. لكن نحن ما يهمنا سنشرح على قمر نيلسات، نحن نتكلم على قمر نيلسات، نيلسات 201، نيلسات 301، نيلسات يعني أوتلسات 7، أوتلسات 7 وست أو، هادو إخواني بالنسبة لتدوير الطبق، لا يعني قمت بتكبير الشاشة لكي يفهم الجميع بالنسبة لتدوير طبق، يعني ما تدور لا قصعة ما تدور لا طبق، لا تحرك الطبق لا يمين لا شمال، ما طلع طبق ما تهوى الطبق. كل الأقمار يعني نيلسات 301 201 وتلسات 6 حتى وتلسات يعني 8 أو قريب جدا من النيلسات، ففيه بعض الترددات التي تعمل مع النيلسات 201. إخواني القمر 301 301 وأوتلسات يعني 7 ويست يشتغلون على التردد على المدار 7 درجة غرب 7 درجة غرب 7 درجة غرب
يعني بالنسبة لأوتيل سات يعني 7.3 يعني مليمتر أو يعني حاجة قليلة كما نقولوا احنا يا. فبالنسبة لتدوير الطبق، لا تدوير للطبق، ما فيش تدوير للطبق إخواني. سندخل على التردد الجديد، بحثنا في النيلسات 201 ما لقيناش، وبحثنا في الأوتيلسات 7 ما لقيناش، و8 ما لقيناش، لكن لما دخلنا 301 فوجدنا أول تردد سيظهر أمامكم في الشاشة، ألا وهو هذا التردد الذي تم شرحه الآن، 12054 27500 معامل 6 على 5 أو 5 على 6، يعني بي اس كا. هؤلاء تاريخ إخواني بالتاريخ يوم 16/7 يعني 2022 تم إطلاق تم دخول هذا التردد إلى به 18 قناة. هذا التردد الأول الموجود في النيلسات 301 به قنوات بي ان اس دراما ونيلسا تي في انترناسيونال والمصرية أوسكار تي في. يعني بعدما كان يشتغل على قمر 201 نيلسا 201، ربما التردد كان ضعيف، لكن التردد كما رأيتم في الصورة فهو أصبح بجودة عالية 84%. إخواني كان هذا توضيح حول قمر نيلسا 301. إخوان بالنسبة لي تنقل الترددات لا تأتي إلى القمر جديد 301 بدفعة واحدة حتى يتسنى لها توقف من نيلسات 201 وتنتقل إلى 301. إخواني بدأ القمر تدريجيا، يعني كما نقول هنا يبدأ يعمر فيه تدريجيا حتى يتم يعني كل المزودين ينتقلوا ولا مزودين جدد. إخواني كان هذا توضيح حول التردد الجديد الذي دخل في قمر النيلسات 301، ولا يوجد هناك تدوير للصحن. إخواني لا تنسوا الضغط على زر الإعجاب وتفعيل زر الجرس لكي يصلكم كل جديد، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.